بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. قراءات الاحد الثاني من الصليب والخامس من ايليا. الفكرة الطقسية لهذه القراءات تدعونا صلوات هذا الاحد الى اتباع المسيح في واقع حياتنا اليومية بحيث يبقى حيا فينا ويغدو كلا في الكل. تقديم القراءات. نستمع إلى كلمة الله تعلن لنا من خلال ثلاثة قراءات. القراءة الأولى من سفر يشعيا الفصل 26 الآيات 1-9 ترسم لنا هذه القراءة صورة الإنسان البار. أما القراءة الثانية فهي من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي الفصل الثالث الآيات 1-8. يعد فيها الرسول بولس كل شيء عدما أمام محبة المسيح. أما القراءة الثالثة فهي من إنجيل متى الفصل 17 الآيات 14-21 تدعو إلى الإيمان بالرب يسوع والثقة بكلامه. نستمع إلى القراءات.
انصتوا إلى قراءة من نبوءة إشعياء. في ذلك اليوم ينشد هذا النشيد في أرض يهوذا: لنا مدينة حصينة جعل لإخلاصا أسوارا ومترسا. افتح الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة للأمانة، إن عزمها لثابت، إنك ترعاها بالسلام، السلام لأنها عليك توكلت. توكلوا على الرب للأبد، فإن الرب هو صخرة الدهور. لقد خفض الساكنين في علاء وحط المدينة المنيعة، حطها إلى الأرض وألصقها بالتراب، فتدوسها الأقدام قدم البائس وخطى الضعفاء. سبيل البار استقامة، تشق للبار طريقا مستقيما. في سبيل أحكامك يا رب انتظرناك، إلى اسمك وذكرك اشتياق نفسي. نفسي في الليل اشتاقتك، وروحي في داخلي تبتكر إليك. لأنه حين تكون أحكامك في الأرض يتعلم البر سكان المسكونة. القراءة الثانية من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي: وبعد يا إخوتي فافرحوا في الرب، لا تزعجوني الكتاب إليكم بالأشياء نفسها، ففي تكرارها سلاما لكم. احترسوا من الكلاب، احترسوا من عمال السوء، احترسوا من أولئك الذين يشوهون الجسد. فنحن أهل الختان الحقيقي، لأننا نعبد الله بالروح ونفتخر بالمسيح يسوع، ولا نعتمد على أمور الجسد، مع أنه من حق أن أعتمد عليها أنا أيضا. فإن ظن غيري أن من حقه أن يعتمد على أمور الجسد، فأنا أحق منه، لأني مختون في اليوم الثامن لمولدي، وأنا من بني إسرائيل، من عشيرة بنيامين، عبراني من العبرانيين. أما في الشريعة فأنا فريسي، وفي الغيرة فأنا مضطهد الكنيسة، وفي التقوى حسب الشريعة فأنا بلا لوم. ولكن ما كان لي من ربحي، حسبته خسارة من أجل المسيح، بل أحسب كل شيء خسارة من أجل الربح الأعظم، وهو معرفة المسيح يسوع ربي. من أجله خسرت كل شيء وحسبت كل شيء نفاية لأربح المسيح. قراءة الثالثة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب البشير متى: ولما رجعوا إلى الجموع أقبل إلى يسوع رجل وسجد وقال له: أرحم ابني يا سيدي، لأنه يصاب بالصرع ويتألم ألما شديدا، وكثيرا ما يقع في النار وفي الماء، وجئت به إلى تلاميذك فما قدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع: أيها الجيل الغير مؤمن الفاسد، إلى متى أبقى معكم وإلى متى أحتملكم؟ قدموا الصبي إلي ها هنا. وانتهره يسوع، فخرج الشيطان من الصبي فشفي في الحال. فانفرد التلاميذ بيسوع وسألوه: لماذا عجزنا نحن عن أن نطرده؟ فأجابهم: لقلة إيمانكم. الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان بمقدار حبة من الخردل
لقلتم لهذا الجبل انتقل منها هنا إلى هناك فينتقل، ولما عجزتم عن شيء. وهذا الجنس من الشياطين لا يطرد إلا بالصلاة والصوم، والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا جميعنا، الآب والابن والروح القدس إلى أبد الآبدين آمين. نهار مبارك اللي عنده نهار، أخوتي أخواتي المباركين. بعد التهيئة والقراءة لهذه القراءات لموسم الأحد الثاني من زمن الصليب والخامس من إيليا، في هذا الموسم في هاي القراءات لهذا الأحد، الضيق والعجز يلتجئ الإنسان إلى الصلاة. بس ما بس بالضيق والعجز نلتجئ إلى ربنا، نذكر ربنا في عجزنا، في وجعنا، في ألمنا. لازم دائما نشكر الرب على كل النعم اللي يعطيها لنا. كل نهار تنهض الصبح نشكرك يا رب على هذا النهار اللي اعطيته لنا. قبل ما ننام نشكرك يا رب على النعمة اللي اعطيتها، كله هذا النهار كان لنا وما صابنا شيء، وأي شيء اللي يجي نتحمله مثل ما تحملت أنت من أجلنا. فأخوتي ما بس في عجزنا في ضعفنا نشكر ربنا، لا، لازم دائما في صحتنا في قوتنا راح يطلع الشكر كبير. ليش؟ لأنه صحيح أنا ما متألم، ما متوجع، ما مريض، ما واقع، ما مقعد، ولا أعمى، ولا أطرش، ولا أخرس، حتى نشكر ربي أنا بكل صحتي بكل عافيتي دائما نشكر ربنا ونشكره على هالحال ولا غير حال. الإنسان يلتجئ إلى الصلاة كما فعل والده هذا الطفل المعاق. إذن أكو واحد من يصلي من أجله. هاي الشفاعة، التشفع، هاي الصلوات اللي نرفعها إحنا تقريبا كل أحد أو كل مناسبة، أو إحنا أثناء صلاة مذبحة الوردية أو بركة القربان، نرفع هاي الصلاة لأجل نية ما. كثير حلو نصلي من أجل مرضانا، نصلي من أجل موتانا. بس يا ترى كنت أتمنى يجي يقول واحد أبونا صلي من أجل شخص عايش ما بينه كل شيء، بس أريدك تصلي من أجله حتى أنا ربنا يحفظه في سيرته في حياته اليومية، لا ينحرف، لا يقع في الخطيئة، لا يتمرض وغيرها. خلي نصلي واحد من أجل الآخر، ما بس بالمرض والعجز، وما بس الميت يحتاج صلاة، هم إحنا محتاجين صلاة. هنا أنا لما هذا الرجل إجا يطلب من يسوع لأجل ابنه، أولا أخذه إلى تلاميذه حتى يصلي. فالتلاميذ من دون يسوع ما يقدرين يعملن كل شيء، ما بس التلاميذ، هم احنا من دون يسوع اخوتي ما نقدر نعمل كل شيء. سلطتهم وقوتهم فقط من يسوع. متى انعزل الجدول عن النبع ينضب يبس، لانه هذا المجرى مع النهر اذا ماكو منبع ماء اللي يطلع من عنده المي، مياه جوفية أو شق من البحر أو نهر، ده يجي إلى هذا النهر، هاي الساقية، إذا انقطع هذا مننا النهر شو راح ينترس؟ فنفس الشيء هم إحنا، إذا شقت ما نبتعد عن يسوع معناته شقت ما نبتعد عن ربنا، عن كنيستنا، عن ذواتنا. فالإنسان إذا يبتعد عن ذاته هو يبتعد، لأنه ما يعرف إيش ده يسوي، لأنه ماكو حياة إيمانية في حياته، ماكو إله في حياته، فراح يضيع هذا الإنسان، ما عنده
جذور عميقة حتى ينطي ثمر، ينضب ماك بينه حياة رح يموت. هكذا على تلميذ يسوع أن يعود دوما إلى المعلم، فهو المصدر القوة التي نستمدها منه ويمنحها هو بنفسه إنا. فلا يقول واحد أنا بقوتي بعضلاتي بمالي بدولتي بكل شيء أقدر أعمل كل شيء. جرثومة صغيرة، فيروس صغير، بعوضة، بقاية صغيرة، اتوقع أكبر إنسان. فانتبهوا أخوتي، لا تتكلون على نفسكم، بعيدين عن الله. اليوم أخوتي أخوات، مثل ما قلت، هو الثاني من زمن الصليب والخامس من زمن إيليا. قراءتنا الطقسية اليوم تستقي من إنجيل متى، قصة ذلك الرجل الذي أتى إلى يسوع والسجد والركع أمام يسوع متوسلا إليه أن يشفي ابنه. فشلت محاولته في تقديمه إلى تلاميذ يسوع للذين لم يستطيعوا أن يشفوه. وقبل أن يقوم يسوع بشفاء هذا الابن، انتبهتوا للنص، التفت إلى تلاميذه موبخا إياهم: أيها الجيل الغير المؤمن الأعوج، إلى متى أكون معكم؟ وش قد راح أتحملكم؟ وش قد؟ حينئذ بعدها، بعد ما وبخ التلاميذ، وبخهم مو توبيخ سلبي حتى يهبط معنوياتهم، لا، توبيخ أخوي، توبيخ صداقة، توبيخ بنيان حتى يبني تلاميذه حتى يعرفون رسالتهم. احنا مرات لما نوبخ واحد اتمنى يكون لي بنيانه، تنبيه، التوبيخ هنا تنبيه حتى نعرف احنا حياتنا وين تتصير. فهنا ما نهدم الشخص ونهبط معنوياته ونقتله، لانه يقول ضربة عصا تعمل جرح، لكن ضربة لسان تقتل. ضربة عصا تعمل جرح، بس ضربة لسان تكسر العظام. فانتبهوا لما بالكلام مالتنا نعرف شدا نحكي، لا نجرح، لا نسيء إلى الآخرين، أو نقول مثل أحكي ويا بنتي تسمع جنتي. إذا أنت فعلا صادق بكلامك، أنت أو أنت إذا صادقين بكلامكم وتحبون هذا الشخص الآخر، واجهونه، احكوا معه بصورة مباشرة مثل ما فعل يسوع. ما حكى بصورة عامة، دار وجهه على التلاميذ ووبخهم: إلى متى أكون معكم؟ يسوع يريد يسلم رسالته، مثل ما قلنا حد الماضي لما نختار يسوع التلاميذ، اختيار وتدريب. زين إلى شو وقت رح يسوع رح يكون مع تلاميذه إذا هم ما يتعلمون؟ فلازم كل واحد يأخذ مسؤولية، يتعلم ويستمر حتى هذا اللي يتعلم ويعلم الآخر والآخر والآخر. هكذا تستمر الحياة، ما توقفت الحياة عندي أنا وبس. انقلت أنا كاهن، انقلت من هوني ورحت غير مكان، يجي كان كأنه كنيسة ماتت. لا، الكنيسة هي أنتو كاهن ضيف يمكم. إكرام الضيف من واجباتنا احنا ومن شهامتنا احنا حتى نبني كنيستنا. فالكاهن هو 1% من نسبة نجاح الكنيسة، و99% هي انتو اخوتي خوات المباركين. الى متى احتملكم؟ بعدها يسوع لما حكى مع تلاميذه وجه انظاره الى هذا الشخص، حتى كلام يسوع مع التلاميذ حتى يوجههم إلى هذا الشخص. هذا الشخص محتاج، يريدنا. فهنا هذا الشخص قال له، يطلب من الرجل: جيبوا هنا ابنك، جيبوا. وقام بشفائه بانتهاره، يعني وبخ الشيطان الموجود داخل هذا الشخص. شعر التلاميذ بموقف يسوع مثل خجل، صار عندهم ما عندهم رغبة، أو خافوا، أو استحوا من هاي التوبيخ، شعروا بالفشل في تحقيق ما يريده يسوع. فتقدموا إليه، شوفوا، تقدموا إليه
لو كان موبخهم يسوع بقساوة وتحبيط أن يحبط من معنوياتهم ما كانوا يجون عنده، بس وبخهم بمحبة وأخويا وصداقة حتى شنو؟ حتى يجذبهم إليه، مو نوبخ حتى نبعد الناس عنا أو نحكي وراهم، لا، واجههم قالهم تعال. هم لما حسوا بفشلهم ما قدروا يعملون إرادة يسوع أنه يشفون المرضى ويعملون المعجزات، مو قال هكذا يسوع؟ حسوا بهذا النقص وهذا الضعف لأنهم كانوا يتكلون على نفسهم بعد ما متكلين على يسوع، فقال جوي على يسوع وسألوا لماذا لم نقدر نحن أن نشفيه؟ ليش احنا ما قدرنا؟ بمحبة وبلهجة أقسى من التي سبقتها هاجمهم يسوع، يعني هجوم بكلام بتوبيخ آخر أقوى من الأول، لعدم إيمانكم. لو كان عندكم إيمان مثل حبة الخردل لتقولون لهذا الجبل انتقل منها هنا فينتقل ولا يعسر عليكم شيء، وهذا الجنسي لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. الصوم اللي احنا نعمله ما هو فترة دايت وتضعيف حتى نسوينه، مفهوم الصوم دا يضيع شوية شوية، مفهوم الصلاة دا يضيع شوية شوية، بس لما أكون متمرض أو أكون في حاجة أو عندي مشروع ما أقعد أصلي وأصوم. هذا الشعب لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. أكو فئة، ما أريد أطلع عن الموضوع، طلعت في القرن الخامس جماعة المصلين يصلون كثير حلو، صلوات حلوة، بس هي بدعة خطيرة جدا تشوه الصلاة. نترك كل أعمالنا، أنا دا أصلي، أو يجي رجل إلى البيت، ها وين كنتي؟ كنت بالكنيسة دا أصلي. زين محضر أكل؟ لا. البيت ليش الشكل مخربط؟ ها ممكن بالكنيسة دا أصلي. ها كان عندنا جماعة اليوم أخوية أو جوقة أو كنا دا نصلي. هاي جماعة خطيرة جدا وملحدة تعتبر، جماعة تشوه مفهوم الصلاة. بدأت هذه الجماعة بالظهور في بداية القرن الخامس مثل ما ذكرت، وانتشرت سريعا بين الناس، ما بس بين الناس، إضافة إلى المكرسين والكليروس. ظهرت هاي الجماعة، مثلا أنا مكرس أخذ لي جروب أبعده، إذا الرجل أو المرأة بعدهم عن العائلة والحياة الزوجية والحياة العائلية والمسؤوليات البيت، وبعدهم بحجة الصلاة، تعال عندنا صلاة، تعال عندنا. الكنيسة ما تطلب هذا، كل شيء له وقته. بدأوا يروجون بهاي الفكرة، بهاي الجماعة يعتقدون أن الشر ده يسيطر على العالم كله، والقضاء على هذا الشر لابد من التجرد الكامل من كل خيرات العالم وممارسة الصلوات الطويلة. نقعد بالكنيسة ساعات وساعات ونصلي بس بالشفاء، لا قلب، لا عقلنا موجود بالصلاة ولا قلبنا موجود بالصلاة، بالشفاء. الويل لهذا الشعب يكرمني بشفتي وقلبه بعيد عني. يبتعدون عن العالم حتى تتمكن النفس حسب فكرهم من البلوغ إلى حالة الكمال. أنا دا أصلي كثير ساعات نهار كامل، بس إيش قد مقصر أنت بحياتك البيتية؟ مقصرين رجل أو مرأة أو أولاد، مقصرين في حياة البيت، مسؤوليات البيت، أو الحياة الاجتماعية داخل البيت، أو أيضا نطلع خارج البيت، حياة الصداقة والأخوة مع الجيران أو الأقارب، مبتعدين عنها، أو يقضي أوقات وأوقات وساعات بالصلاة وهو زعلان مع أقرب شخص عنده. شنو فائدة الصلاة؟ على منه تضحك أنت أو تضحكين أنت؟ يسوع قالها
بالحروف من ذهب، اذهب وصالح أخاك، اترك قربانك واذهب وصالح أخاك، بعدين تعال قرب قربانك. ماذا قال يروح صلي صلي ساعات وساعات وانت تارك صديقك او قريبك، او انت مع اخوك ما تحكي، او مع اختك او مع ابوك او مع امك؟ هاي الصلاة. فهاي انتبهوا، هاي يسموهم جماعة المصلين ظهرت، ولحد اليوم هي موجودة هاي الفئة، بس مدى حزبيها، انتبهوا مدى حزبيها، اكو تقصير كثير بحجة الصلاة. حرم هالناس في مجمع افسوس ب 435 هاي البدعة واعتبرها هرطقة. انتبهوا، يعني مرات احنا نقول دا اصلي كل الوقت، ليش الله ما يستجيب صلاتي؟ الله يعرف شكو بقلوبنا وشكو بافكارنا، يعرفنا كل الزين ويعرف احنا ايش نحتاج، بس كل شيء في وقته. ما ردت اطلع عن الموضوع، بس لانه فقرت هذا القوم او هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاة. خل نصل الى هاي المرحلة اخوتي اخواتي المباركين. انجيلنا المقدس في هذا الزمن، زمن الصليب الذي نعيشه في هذه الايام، يدعونا الى اتباع خطى المسيح. يسوع صعد على جبل يصلي، بس نزل جلس مع التلاميذ، نزل قابل الناس، قابل العامة، علمهم، وعظهم، حمل الصليب معه إلى المنتهى لكي نحصل معه على المجد. مش قد ما نسير في خطى المسيح ونتكل عليه مو على ذواتنا، نصل إلى مجد القيامة. كلمات أخرى، نحن مدعوون أن نعيش الرسالة أو الدعوة التي نشعر بها بكل قلوبنا، أننا مدعوون لعيشها وتجسيدها في هذه الحياة. لا أقول يلا خلي عيش حياتي هسا ساعة قلبك وساعة ربك، بعدين الله كريم لهذيك اللحظة. أمتى الله كريم لهذيك اللحظة؟ لما نصل على فراش الموت أبدي أصلي المذبحة، بعدين نشوفها مع كل الاحترام، مدى أقصد أي شخص، من خلال زيارتنا للمرضى ومسحة المرضى، مدى أقصد أي شخص، لا تأخذوها بأي معنى، بس داريت أوصل الفكرة. لما نزور مريض أو مريضة نشوف صور القديسين كلها تعلق دار مداره، والمذبحة الوردية معلقة دار مداره، من يقر راح تصل أنت على هذيك اللحظة اللي أنت راح تعيشها حتى تبدي تصلي؟ إذا اليوم إحنا ما نعيش حياتنا مع يسوع، ما راح نضمن حياتنا غدا ايش راح يصير. اقول انا انتظر لما انا الشيخ واكبر بالاصير كبير بالعمر، واسنان بعد ماكو من عندي، ونظر بعد ما اشوف، ابدا ذاك الوقت اصلي، امسك المذبحه. هاي وين لقيتها هذه؟ ما يصير. منو راح يضمنك انه راح تصل لهذاك اليوم؟ يا جاهل، اليوم ستؤخذ روحك، وهذا الذي اعددته لمن يكون؟ اليوم، اليوم لازم نعرف احنا شلون نعيش، اليوم لازم اعرف انا علاقتي مع الله شلونها. فها هي الدعوة انه تقودنا الى الصليب، يقودنا الى الانتصار. لكن هذا الطريق ما سهل، طريق الصليب طريق جلجلة، 3 مرات يسوع وقع، راح يتخلل في حياتنا محطات عديدة نشعر بها بالفشل، لكن نرجع إلى ربنا وننهض. لماذا لم نقدر نحن أن نشفيه؟ نعمل ونستمر في الطريق، إذا فشلنا هاي المرة راح ننجح مرة ثانية، وإذا فشلنا مرة ثانية أكيد راح ننجح. فكل مانع خير، ربنا هو يرتب حياتنا، ما احنا ما عبيد، احنا ما عبيد، احنا ما مسيرين، ربنا انطانا الحرية. بس دا اقصد انه اش قد ما يفشل الانسان في حياته، يمكن هذا الفشل هو خير إلي، لا نعتبره الشر، او ما اغير نظرتي او علاقتي مع الخالق وربنا يسوع المسيح. حتى الفشل ما لازم يبعدنا، لازم يقربنا. لماذا فشلنا على الرغم من أننا نعمل على تحقيق مشيئتك أنت يا رب؟ ليش احنا فشلنا؟ ده نسير مثل ما قلتنا، أنتوا اذهبوا وعلموا وبشروا وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. ليش فشلنا احنا؟ الفشل هو خير أنا،
بس ما لازم نبقى في فشلنا، لازم تنهض عزيمتنا أقوى وأقوى وأفكر ليش فشلت، أكو نقص بي لكان. ما ربنا، ربنا خلق كل شيء حسن، لكن النقص هو من الإنسان. أخوتي فكروا بهال، نسأل يسوع ما تريد إحنا نعمل في حياتنا ما تطلبه من ما تطلبه أنت منا وما نطلبه نحن منك. دوما في الصلاة التي علمتنا إياها لتكن مشيئتك يا رب كما في السماء كذلك على الأرض. مشيئتك ما مشيئتي، هاي النقطة أريد أوصلها معكم. فلماذا تسمح يا رب لأحبائك بأن يفشلوا أحيانا في مسعاهم الصالح هذا؟ أنا أريد أعمل خير بس ليش فشلت؟ وأسئلة كثيرة يطرحها كل مؤمن في حياتي، وهو يسعى بكل حياته لعمل إرادة الله، لكن الجواب يبقى لنا مراجعة لحياتنا لقلة إيمانكم. قلة إيمانكم أي أنكم وضعتم ثقتكم بقواكم وبإمكانياتكم من دون أن تضعوا ثقتكم وإيمانكم بالرب ولو بقدر حبة خردل الصغيرة، والتي تعتبر أصغر الحبوب أو البذور في الأرض. في الله الذي هو أساس حياتنا لازم نترك كل ثقتنا بربنا، حتى في سماح الله بأن نختبر الفشل هو رسالة في حياتنا. يريد أن يعيد إلينا الثقة بأبينا السماوي وعدم الانفصال عنه. كثير من شبابنا وشاباتنا في هذا الوقت اللي دنعيشه نقطة صغيرة، فشل صغير، يتركون الكنيسة. هذا أصلا ما كان عنده إيمان، هذا الشخص أو هذا البنت، هاي البنت أصلا ما كان عندهم إيمان. في نقطة صغيرة، فشل صغير، أو في موقف صغير، إذا كان مع كاهن أو مع شماس أو أي عضو من أعضاء الكنيسة، أنت ما جاي الخاطري، وأنا أركزها دائما، ما أريد ولا واحد يجي على مودي. يسوع هو يسوع، مر يوحنا المعمدان قال علي أن أنقص وله أن يزيد. كل المكرسين والخدام، خدام منه؟ خدام الرب، حتى نجيبكم ليسوع ما أجيبكم إليا. أنا غايتي هو الجسر، تمشون فوق الجسر حتى تصلون إلى ربنا يسوع. أنا خادم الأسرار، أنا مو ملك الأسرار، حاشا، خادم للأسرار. فأي موقف صغير أو فشل صغير في الكنيسة أو كلمة صغيرة في الكنيسة، نترك الكنيسة ونروح، يلا يا كنيسة أروح عند الغير، غير كنائس، ما هذيك كنائس كاثوليكية. إذا فشلت في كنيستك راح تفشل في كل الكنائس، لأنه أنت إيمانك ظاهر بس شو آف. احنا إيماننا ما ظاهر، إيماننا من القلب، إيماننا لازم ينبع من قلبنا حتى نوصل إلى خلاصنا. ما أنه صحيح كل كنائس هي كنائس المسيح، كنائس كاثوليكية غير كاثوليكية، اللي تؤمن بموت وصلب وموت وقيامة يسوع وأمومة يسوع، أمنا مريم العذراء اللي حملت يسوع بقوة الروح القدس بجسدها وعطت الجسد الإنساني ليسوع، كنائس موجودة على هالأسماء صحيح، بس وين أنت كنيستك؟ أنت طقسك وين؟ لترجيتك وين؟ نترك كنيستنا في موقف معين، نترك كنيستنا في خلاف صغير من أجل واحد؟ أنت ما مؤمن، أنت ما مؤمنة، بعيدين كل البعد أنتو عن الإيمان الحقيقي. نكون يقينين بعد فترة أن الله يريد خيرنا دوما، ولا يريدنا أن نتكل على نفسنا، أن نتكل على يسوع وبس. لهذا يقول لنا لو كان لكم إيمان لقلتم لهذا الجبل. جبل شنو؟ ماذا يقصد جبل حجر كبير؟
جبل الأنانية الموجود على عيوننا، جبل الصخرة الموجودة على قلوبنا، لقساوة قلوبكم المتحجرة. يسوع يقول لنا، يوبخنا بهاي الكلام، لقساوة قلوبكم ما آمنتوا. تذكرون قصة تلميذي عماس لما رجعوا بالليل وأخبروهم قالوا شفنا يسوع؟ لقساوة القلوب. أخوتي أخوات، عدم الإيمان هو العائق الذي حرم حتى التلاميذ من إمكانية إخراج الشيطان. يقول القديس أغسطينوس: انتهر ربنا يسوع المسيح غير المؤمنين حتى الذين هم تلاميذه كما سمعنا من الإنجيل، لأنه عندما قالوا له لماذا لم نقدر نحن نخرجه، قال لهم لعدم إيمانكم. إن كان الرسل غير مؤمنين فمن هم المؤمنون؟ نسأل هذا السؤال، من هو المؤمنون؟ ماذا نفعل نحن إن كانت نحن الحملان، إن كانت الكباش تهتز؟ لكن الله برحمته لم يستخف بهم وفي عدم إيمانهم، بل انتهرهم وبخهم وساندهم وجعلهم كاملين. لقد شعروا بضعفهم إذ قالوا له في موضع آخر من إنجيل لوقا فصل 17 آية 5: زدنا إيمانا، أعطينا إيمان، قوي إيماننا، زيد إيماننا. وكان لمعرفتهم هذا النقص نفعا عظيما. شعرنا بنقصنا، زدنا إيمانا. ما نترك الكنيسة ونروح غير كنيسة، ما نترك الإيمان مالتنا ونروح، لا، زدنا إيمانا. إذ تعرفوا على من يسألونه، توجهوا بقلوبهم إلى الينبوع الأصلي قارعين له ليفتح لهم حتى يمتلئون. راد يسوع أن يقرع عليهم حتى يحسون، كما يقول في موضع آخر القديس أغسطينوس: لنصلي ولنتكل على الله فنحيا، لندعوه كما دعاه تلاميذه قائلين: زدنا إيمانا. أخوتي أخوات المباركين، عجز التلاميذ عن طرد الشيطان بسبب عدم الإيمان، لهذا نصحهم يسوع بالصوم والصلاة من القلب والفكر. مريم عذراء كانت تحفظ كل ذلك في قلبها، ما في شفتيها، قلبها، بالصوم والصلاة لمساندة في طرده، طرد الشر بالإيمان. إذ يقول: الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل، كمل الطريق. هكذا يربط لنا يسوع المسيح الإيمان بالصلاة والصوم. إن كنا بالإيمان نختفي في المسيح يسوع ربنا الحال فينا، ليطرد العدو عنا هذا الذي لا يقدر أن يقف أمامه. الشر ما يقف قدام يسوع، دائما يقاوم يسوع وتجارب، لكن يسوع غلب. فإن إيماننا هذا لا يكون عاملا بدون الجهاد والصراع والمحاربة، الصلاة والصوم. لذلك أخوتي أخوات المباركين، صلاتنا اليوم أن يمنحنا الرب الثقة المطلقة به، والتي بها نكمل مشيئته في حياتنا، وأن نبقى متمسكين بهذه الثقة. وإن فشلنا أحيانا، فالرب هو معنا دوما، وبه نحيا كل أيام حياتنا. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا جميعا، الآب والابن والروح القدس، الإله واحد. آمين. أخوتي أخوات المباركين، نهار مبارك اللي عنده نهار، وليلة سعيدة اللي قضيها في أحلام سعيدة هنيئة بنعمة الرب يسوع، وأمنا مريم العذراء وشفاعة ماري يوسف، تكونوا معنا جميعا. نهاركم مبارك.